أكد سعادة السيد جمال الرويعي سفير مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة أن إيران هي الداعم الأول والممول للإرهاب في المنطقة، مؤكدا في جلسة مجلس الأمن حول مكافحة تمويل الإرهاب حرص مملكة البحرين على المشاريع الكاملة لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. من جانبها دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الأمم المتحدة إلى محاسبة الدول التي تمول الإرهاب، مشددة على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب. وأكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة أن فشل المجلس في محاسبة الدول التي تمول الإرهاب هو ما دفع دولة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات سيادية مع عدد من الدول المعنية الأخرى بحق الدول التي تمول الإرهاب بهدف الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2462 الذي يطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتشديد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب. أن نقطع التمويل عن جماعات كحزب الله ذات التاريخ الطويل في زعزعة الاستقرار بما يهدد الأمن والسلم الدوليين. حزب الله تواصل الحروب على جبهتين في سوريا واليمن وتستخدم أدوات متطورة وشبكات عالمية ومهربين بما في ذلك مشاريع وشركات تبدو شرعية في مجال الدواء وغيره من أجل تنسيق أعمالها. يأتي هذا القرار لإرساء استراتيجية للتعاون الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتحديد الطرق التي يتم فيها التمويل عن طريق الأفراد، ووضع قوانين على المستوى الوطني لملاحقة الأفراد الذين قد يستخدمون الأموال للضلوع في أعمال إرهابية. وبالرغم من سن القوانين والتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية لتجريم ومحاكمة المتورطين في تمويل الإرهاب، إلا أن الجهات الداعمة له تبتكر في الطرق التي يمكن من خلالها المراوغة من الرقابة، ولذا فإن تمويل الإرهاب ما يزال من أكبر عوائق تخلص العالم من هذه الآفة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بتمويل ودعم الإرهاب في المنطقة، وتحرص مملكة البحرين على المشاركة الكاملة في الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل، منها الانضمام إلى الشبكة الدولية للمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرار فاتف، والمشاركة الفعالة في جميع اجتماعات المجموعة العمل لمكافحة تمويل تنظيم داعش، وهي إحدى مجموعات العمل الخمس ضمن إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وتهدف إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيم من خلال تطبيق خطة عمل مشتركة بين دول التحالف. ركز القرار في استراتيجيته المتفق عليها لتكثيف التعاون الدولي على ثلاث نقاط تتمثل في جمع المعلومات حول تهريب الأموال واستخدامها من قبل الأفراد عن طريق إنشاء مؤسسات استخباراتية متخصصة بالشأن وإنشاء نظام واسع لزيادة الوعي والعمل عن قرب مع قوى العمل المعنية بالإجراءات المالية. إن الإرهاب يهدد السلم والأمن الدوليين، ولا توجد منطقة حصينة أمام الإرهاب. مجموعات مثل داعش والقاعدة تحصل على تمويل من أكثر من مصدر ويستخدمون هذا التمويل لشن هجمات إرهابية، ولكن يستخدمونه أيضا لكي يعززوا من دعائم منظماتهم الإرهابية. القرار الأممي الأول من نوعه يأتي في وقت حرج للغاية مع إعلان هزيمة داعش لمنع إمكانية صياغة الإرهاب في منظمات إرهابية جديدة أخرى. القانون المدرج تحت الفصل السابع يتمتع بقوة قانونية ملزمة مما يسمح بكشف سرية التحويلات المالية، لأن تتبع أثر المال يعني تتبع أثر الإرهابيين. على أن يتم تطبيق هذه الإجراءات ضمن احترام القانون الإنساني والأخذ بعين الاعتبار آثار ذلك على المنظمات غير الحكومية. نادين الحيبي، تلفزيون مملكة البحرين، الأمم المتحدة، نيويورك.